أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من أشرك بالله جاهلا هل يعذر بجهله؟ إذا كان مثله يجهل هذا ولا بلغه شيء يكون من أصحاب الفترة، إذا ما بلغه شيء، عاش منعزلا ولم يبلغه شيء، يعتبر من أصحاب الفترة الذين يختبرون يوم القيامة، يرسل إليهم رسول ويختبرون من يتبعه ومن لا يتبعه. نعم.